بالظبط في صفقات كده ما تعرفش ان بتاعك جايبها لاي هدف وايه الطريقه وايه الدنيا، فهتشرب ميه عشان خاطر تبلع الصفقه وتدور على اي مميزات تحطها في البروفايل بتاعه، ولو اتزنقت قول عليه ان مسمي بنته عيشه وان ابوه مسلم وان الراجل مسلم واحد، لا هتكفر بقى مش عايز لعيب مسلم في الفرقه اللي انت بتحبها، ده حتى الواد ارسور ده كان كذا وكان كذا وما كانش ملتزم وكان في كل البدع، مع ان نفس اللي بيقول لي الكلام ده هو نفسه اللي كان بيقول لي الواد ارسور ده في ريحه تشافي على انيستا على كل الاساطير اللي عدوا في تاريخ نص الملعب، اللي هو يا اسطى انت مش كنت بتقول نفس الكلام ده على ارسور؟ ايه اللي حصل دلوقتي؟ لا ما بقى كخه دلوقتي بقى في بيبي. طب قشطه ما عنديش مشكله، انا ارسول وحش كنا بدلناه بنتنكور يا جدع، بنتنكور لسه عيل صغير وفي مستقبل حلو بالنسبه له. لا ما ينفعش ليه؟ أستأني اللي عايز يعلم علينا فهيعلم علينا بايه؟ يدينا بيانتش بقى وخلاص، يعني هو بسم الله ما شاء الله براتايسي ماشيين في الماركات وكده عمالين يعملوا صفقات الحاديه، ياخدوا رابيو ببلاش ياخدوا رامسي ببلاش، فقال لك نحط على مين؟ نحط على الدرب بتاع راجل سيدي فاهم انه فاهم كل حاجه في الاقتصاد ونديله على عينه، نديله ميرلين بسعر 70 مليون اغلى قيمه تسويقيه وصلها في حاجه 2018 وناخد منه ارسور ب 80 مليون ونديله 10 مليون هديه، هيحمد ربنا ويبوس له وشه ده، وده اللي عمله بارتيمو بالظبط. طب ده بالنسبه لبارتيمو انيل يا عم. طب بالنسبه لارسول بقى ابننا اللي ما كانش عايز يسيب النادي، لا ما ارسول لما لقى الضغوطات عليه من الاداره والاداره عماله تقول له فكر في العرض بتاع يوفنتوس، فكر في العرض بتاع يوفنتوس يا ارسول، قاعد يحسبها بينه وبين نفسه كتير، لا ان هو وجوده في برشلونه افضل ليه، فقال لك انا قاعد هنا. لا اتصل المدير التنفيذي بتاع يوفنتوس السيد براتايسي قال له بص انت تاخد كام عندكم؟ 2 مليون و200 الف، انا هديك ضعف المبلغ اللي انت بتاخده، هنوصل لحد 5 واحتمال كمان نوصل لحد 7 مليون يا عم، غير الضرايب في اسبانيا 60% هنا في ايطاليا 40% بس. ها قلت ايه يا عم ارسول؟ ارسول قال لك الانتماء والقيم وانا بحب برشلونه ومش هتخلى عنه ابدا الا ب 8 مليون، لو وصلنا لها هنبقى انا كده بحب يوفي وانا بعشق ماوريسيو ساري اساسا وبحب يوفنتوس من يوم ما اتولدت. قال له قشطه يا عم انا اديك الفلوس اللي انت عايزها بس اهم حاجه تيجي. ليه بقى؟ لان عندنا مدرب اسمه ماوريسيو ساري هيموت ويجيب ارسور او هيموت ويجيب جورجينيو ويحط معاهم بنتنكور كده ونفسه يخلص من ماتويدي، بس الطلعه الجايه ان شاء الله كده هيفكروا ان هم يعملوا تبادل ما بين ماتويدي وفرانك دي يونج، يمكن يلاقوا ان مدرب برشلونه تكسب اي حاجه من الصفقه دي. انت اما وتحديدا فرانك دي يونج لان ما تعرفش دلوقتي ايه الوضع اللي هيبقى فيه فرانك دي يونج، احنا كنا جايبين فرانكي على ان هو بديل لبوسكيتس. قشطه يا معلم. طب انا عايز افاجئك واقول لك ان ميرلين من ساعه ما راح يوفنتوس ما بيلعبش غير مركز 6 من اول ما راح يوفنتوس، يعني الا بقى لو احنا هنرجع بيانيتش بتاع روما اللي هو 2015 ده هنحطه بوكس تو بوكس اللي هو يا اسطى طب هو ناسي الدور ده؟ لا ما احنا هنرجعه في عز الواد لسه في عشره في شبابه يا جدع، الواد لسه 30 سنه لسه قدامه يا دوبك سنتين ثلاثه. طب ليه ارسول بالظبط؟ بص ليه ارسول بالظبط؟ الموضوع سهل جدا لان احنا دورنا على بيع للواد راكي، راكي قال لك انا مش كده بسطش يا معلم هتبيعني زي ما انت عايز، ومن غير كده ما لقيناش نادي كان عنده جديه في التفاوض على شراء عقد راكيتيتش. طب ارتورو فيدال، ارتورو فيدال احنا كده كده حاطينه في صفقه لوتارو، ما احنا دلوقتي اللي هيرجع الدنيا بالنسبه لنا لوتارو ونيمار. بالنسبه لنص الملعب وخط الدفاع دول كماليات في الفرقه مش مهم ولا اي حاجه خالص، خط الدفاع هيشيله تير شتيجن وخط النص هنرميه على فرانكي ديونج ان هو يعمل اسيستات في الحاله الهجوميه. اسيستات ما هو هيفضل يلعب قدام لسه مكان بوسكيتس. طب بالنسبه لريكي بوياج بقى اللي خد فرصه ماتش بالباو ده معناه ان ريكي بوياج هيبقى هو بديل ارسور يا حبيبي، ريكي ابننا وابن النادي، ما انا مش عايز اقول لك ان هو بيشتغلونا، يعني مثلا ريكي مش هياخد فرصه غير الفتره دي ليه الفتره دي؟ عشان في كلام على بيع ارسور، انما لما ارسور يتم بيعه هنرجع بقى نكمل بالاساطير اللي احنا بيهم بنص الملعب، هنرجع نكمل براكيتيتش ونرجع نكمل بالفيدال وهتلاقيه بياخد فرص على ما فيش. طب هل معنى كده ان هم بيشتغلونا يا صديقي وبيضحكوا علينا وبيدوا للواد عشان خاطر لما يمشي ارسول نقول في داهيه عوضناه بريكي؟ بيعملوا معنا كده فعلا، يعني هم فعلا بيشتغلونا، وغير كده اساسا الاداره دي متعوده ان هي تدينا المانجا في ازايز، يعني بيبيعوا لنا الهوا والمانجا في نفس الازايز سبحان الله يا جدع. يعني هم دلوقتي لما لقوا العالم كله متعاطف مع ابريال جابوه مدير رياضي للنادي، لما لقوا الدنيا كلهم بتقول لها يا جماعه في مدرب صغير كده وكان اسطوره من النادي عندكم اسمه تشافي هاتوه يجيب الفرقه، قال لك قشطه طب ما حلو ده ما احنا نجيبه يدرب الفرقه. يعني الناس دي بتدور على اي حاجه تدور فيها على الاستفاده من الاساطير، مثلا لما حاولوا يشغلوا بيول مدير رياضي للنادي بيول رفض وقال لك انا مش عايز اشتغل، بس ليه بيول بقى؟ واحد من الاساطير نجيبه نستخدمه.
بالظبط ده اللي بيحصل معاهم هم، ده التيمه اللي هم ماشيين بيها برشلونه. فما تستغربش خالص لو بقى لاعب كانوا بيسوقوا له فكره ان هو يكون تشافي الجديد، علشان خاطر اللاعب ده ممكن يكون مستواه متذبذب، ممكن يكون ارسور تاني سنه برشلونه كان سيء جدا، اول سنه كان عامل على ان هو يثبت نفسه ويثبت ذاته وان اسمه كويس في عالم كره القدم، وبعد ما اثبت نفسه دخل في نفس المعضله. غير المشكله بتاعت عدم قدره اداره برشلونه على تسويق لعيبتها وبيعهم جيدة. يعني مثلا سيميدو، كلنا عارفين الكوكب كله هيموت على سيميدو، وثلاث اربع مدربين الكوكب هيموتوا عليه، بس مع ذلك برشلونه مش عارف يبيعه، ما تعرفش ازاي. سبحان الله يا جدع، يعني غيبيات والله. انا الانديه عايز اشتريه بس برشلونه مش عارف يبيعه ازاي، برشلونه كل حاجه مختلفه. طب بالنسبه لسيرجيو روبرتو، لا مساسه بالاسطوره سيرجيو، ما حدش هيبيع سيرجيو روبرتو. طيب كوتينيو، لا ما انا مش عايز اقول لك ان كوتينيو اساسا مش عارفين يبيعوه، كانوا بيتحايلوا على توتنهام ان هم يشتروه وما كانوش راضيين يشتروه. واقول لك على حاجه كمان، عثمان ديمبلي كانوا حاطينه على قائمه البيع ما لقوش ليه ولا عرض خالص، حاسس ان هم طب ال 120 مليون اللي دفعتها فيه كان فلوس حرام ولا كان نظامهم ايه؟ ما فلوس نيمار ما كانتش الا شويه قمار كده. رحنا جبنا كوتينيو وفشل ب 140 مليون، ورحنا جبنا ب 120 ثانيه عثمان ديمبلي وفشل. ومفيش حاجه بقى، لو شلنا دي لو شلينا ميرلين ب 70 مليون جت على ميرلين يا عم الحاج. طب هل معنى كلامك ده ان بيانيتش ضايع؟ لا، بيانيتش لعيب كبير، وبيانيتش لعيب لسه عنده مميزاته زي التحكم في رتم الفرقه بتاعته جوه الملعب، ودي حاجه ممكن تكون غايبه على بوسكيتس اخر سنه جوه الملعب، ودي ممكن تكون ممتازه جدا بالنسبه لميرلين. بس معنى كده ان انت تحطه مكان بوسكيتس؟ طب بالنسبه لفرانكي بقى، يعني قلت لك اول الفيديو ان احنا هنفضل مسوحينه كده على نص الملعب ويطلع يعمل ادوار هجوميه يا ابني. ما تستغربش والله، ما تستغربش بجد، يعني انت ما تستغربش، احنا كنا جايبين كوتينيو يكون بديل انيستا، وفي نفس الوقت رحنا جبنا ارسور في النص، فدلوقتي خلينا ارسور بديل انيستا وكوتينيو على الطرف. فما تستغربش خالص لو كنا رايحين نجيب فرانكي دي يونج يكون بديل لبوسكيتس، وفي النص جبنا ميرلين بيانيتش يلعب مكان بوسكيتس. برشلونه معلم، انت متخيل ايه؟ يعني برشلونه اللي راح جاب مالكم وهو في الطياره علشان خاطر الواد ده حلو سابق سنه وهيروح روما، لا احنا ناخده في الطياره. ما تستغرب على ايه يا معلم؟ زي ما قلت لك، الحل بتاعك تشرب الميه وكوبايه الليمون وخلاص، اشرح نفسك اي حاجه وما تقعدش تقول انا استفدت ايه من ميرلين والكلام ده. وبص يا معلم، بكميه الانجازات اعتبر ان هو خلاص اهو شريك صلاح الصدوق، ويمكن ربنا يكرمه ويكون جاي ومعاه البركه.